السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد باش ما تمنيتو إن شاء الله لتمول الأمور محمد أجمعين. حافظك الله ورعاك للا. الله يخلي لك صحتك سيدي. الله يجزك بالخير. عندي واحد عدة الأسئلة بغيت نسولهم. مرحبا مرحبا للا. عندي أخويا سيدي واحد جوج خوات تاع الراجل ديالي معاقات. نعم. هاد العام الزوج ديالي ما صامش معاهم. وتانا يعني ما صاموش عندي. نعم. بغيت نعرف الفترة واش نخرجها عليهم أنا ولا شكون اللي يخرجها عليهم؟ واخا شكون اللي كينفق عليهم هاد المدة ديال رمضان؟ نفق عليهم واحد الأخ ديالهم كانوا هما اللي كانوا عنده. واخا لا إيه؟ وبغيت نسولك أسيدي أنا واحد لوستي شبعات فيا واحد المعيور وما قدرتش نسامحها. لا إله إلا الله. ما نكذبش عليك في حقها هي أنا هاد الدرية المعاقات ما غاديش نمشي نشوفهم في هاد العيد حيت إلا مشيت عندهم غادي نخلق انا وياه شي مشكل. لهذا تفاديت انني نمشي وما عرفتش واش غير نكون عندي يعني دايره واحد الاثم ولا شنو دايره لان الا مشيت عندها غادي ندير انا وياه شي مشكل ما كاينش بديك الهضره اللي جرحتني بها بزاف وقالتها في ظهري ماشي في وجهي. لا اله الا الله. وهذا الشيء علاش ما بغيتش نمشي لتما بغيت نغيتك شي نصيحه تقول لي الله يخليك صحيحتك. لا اله الا الله يا ربي يا كريم. الله يجازك بالخير بغيتك دعي لي مع وليداتي يا رحمن يا رحيم. في الامكان بغيت ندوي معك خارج الاثير عندي شي حوايج ما بغيتش نقولهم مباشره الله يخلي لك صحيحتك والدواش. واخا لالا باذن الله. لالا خديجه ندوزك الستوندار يعطوك الرقم وان شاء الله تعالى نتواصل خارج البرنامج. حفظك الله ورعاك. لالا خديجه اول حاجه هو هنيئا لك بالعنايه بهذه الفتيات اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم اعاقات واعتنيتي بهم لك أجر وتواب كبير وكبير وكبير عند الله. راه اللي كيعتني بهاد الناس اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصة راه عندك يظن راسو بأنه كيتعب وكيشقى وما عنده أجر وتواب. راه الأجر والتواب اللي غادي يعطيه مولانا لا يعد ولا يحصى. كاين اللي غادي يعطيه الله الأجر هنا في الدنيا غادي يعطيك الله صحة وعافية ويطرح لك الله البركة في الأولاد والبنات وفي النسل ديالك ويعطيك الله تعالى كرامة بين الخلق في الدنيا. أما من أحبه الله تعالى فسوف يعطيه من الكرامات في الآخرة ما الله به عليم. فهنيئا لكل من يقدم المساعدة لهؤلاء اللي هم في وضعية صعبة لأن ربي عز وجل يتنزه في ملكه. ربنا يقول لك عبدي هل تظن أنني عاجز على أن أغنيك وأشفيك وأعافيك؟ لا لا غير عاجز سبحانه وتعالى. لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وإنما ليبلو بعضكم ببعض وناظر كيف تصنعون. فهنيئا لمن صنع خيرا. لالا خديجة الفترة لابد أن تخرج هذه الليلة أو على الأقل غدا قبل صلاة العيد يعني السبعة الصباح تكون خرجتها إلا تعطلتي أقصى مدة. فهذيك الفترة تعطى هاد الأخوات اللي هم اللي كيمولهم واللي عاش معهم في هذا رمضان وكان كينفق عليهم في هذا رمضان هو اللي مسؤول بهم بالعطاء واللي يبغي يتطوع له الخير ذلك سواء انت اللي اعطيتي لك الاجر والتواب. وان كان الاولى اللي خصو يعطيهم هو اللي من كان ينفق عليهم من تجب عليه مؤونته في رمضان كان كيفطرهم عنده ويوكلهم ويشربهم في هذا الشهر الفضيل هو خصو يكمل الجميل ديالو ويخلص عليهم ديك البركه. وهي ثمن قليل 13 درهم على كل راس 13 درهم ثمن بسيط نبحث على الفقراء والمساكين نعطوها لهم ومن زاد أكثر من ذلك فله الأجر والتواب.